سأل أحدهم الإمام أحمد، وأنا جئت بمسائله معي، رواية ابنه صالح رحمهما الله تعالى تحت حكم إحداث قول جديد في مسألة إذا اختلف فيها الصحابة، الجزء المجلد الثاني الصفحة 166. فيقول صالح رحمه الله: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام، هذا واحد، والثاني الجلوس معهم، هذا لأصحاب الخصومات، مناظرة وجلوس، فأملى علي جوابه. قال لابن صالح: اكتب له. أحمد يملي وصالح يكتب. أنعم بهما وأكرم، والنجاة إن شاء الله لمن سلك طريق هذين ومن كان على شاكلتهما من السلف والراث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فكتب إليه: أحسن الله عاقبتك. شوف، دعا له بحسن العاقبة، أن يموت على عاقبة حسنة، على خاتمة جميلة. أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ. هذا يقوله من؟ أحمد. وفي عصر أحمد 1000 إمام وإمام يتبعونه وينصرونه ويؤيدونه، وفي يومنا 1000 كذاب فضلا عن 1000 مخذل يزعم أنه على السنة يخذل أهل السنة. فما عسى أن نكون نحن في هذا الزمان، نحن والله أولى بهذا. إذا كان في عصر أحمد، لو أردت 1000 إمام ينصر أحمد وجدته، واليوم في زمننا هذا 1000 مخذل يخذل طريق عن طريقة أحمد، بل وللأسف يطعن في من سار على طريقة أحمد.